الله 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 عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك يا شيخ سلطان، الله عليك. أنا قد أنا أقول إنك رجل دولة، وفعلا ظني ما يحيد، أنت رجل دولة. قلت لكم يا سادة يا كرام، سلطان العرادة هذا رجل دولة، تفهموا ما معنى رجل دولة؟ يعني رجل دولة، يعني مؤهل لرئاسة الجمهورية اليمنية. أسألكم بالله، توافقوا يكون سلطان العرادة رئيس ولا لا؟ أنا ورب الكعبة لا أبصم له بدمي، لو ما بوش حبر علشان انتخبوه أبصم، أمانة لنقاع الدم من هنا ها، وأبصم له قسما بالله. أي واحد يبني وطنه هنا أطرحه براسي، هنا أي واحد يحترم نفسه على راسي. العرادة شوفوا، يشكر السعودية، يشكر الإمارات، يطبل لهم، يغازلهم طبيعي بخطاباته، تمام؟ ونحن نتفهم موقفه، نتفهم، مش انه ما نتفهم، نتفهم رب الكعبة، ولكن يبني يعمل. انا اعرف مسؤولين اقسم بالله لو تحرق المحافظة باكملها ما بحسه. محافظ عدن الاملس تخلصوا الناس، ماتوا من الحر، عوض الوزير كم يا قتل واغتيالات ولا بحسه، اهم شيء مواكبه. الا العرادة لله دره، عادوا اليوم افتتح مطار، افتتح مطار مأرب الدولي، الله عليك يا شيخ سلطان العرادة، مطار دولي. تعرفوا ايش معنى دولي؟ دولي دولي، لله درك يا شيخ سلطان. مع انه انا اتضايق والله لما اسمعه شكر السعودية والامارات، هو يتجنب شرهم، هو يعني يخشى الا يضر معركته مع الحوثيين، وقد قالها ورب الكعبة فيما مضى يا رجل، قالها ذات مرة عندما وقعت هزائم بنهم بالجوف بمناطق كذا خسروها بمأرب، تحدث قال هناك أسباب لن نذكرها حتى لأن لا تخدم يعني معركتنا ضد الحوثي. من يقصد؟ إذا هم ضباط ومسؤولين قادرين غيروهم طبيعي، إيش معنى اللي ما بتخدم معركتهم ضد الحوثي؟ لما يقول العراد هذا الكلام لا يقصد التحالف، إذا قال هم وعبثهم ولاعبهم وانقلابهم وملشنتهم وافتعالهم الحروب بعدن أبيان وكذا، لو قال هذا الكلام بآذوه زي ما آذوا بن عديو لما طيروه. هو لا، اسمعوا كلامه، اسمعوا اسمعوا. مأرب صامدة وستصمد بإذن الله تعالى. صحيح أنها سقطت، هناك مديريات من البيضة إلى شبوة إلى مأرب، مديريات تعز علينا ويعزون علينا أهلها، وهي مديريات صامدة برجالها الذين لا زالوا يناظرون حتى هذه اللحظة ومستعدين لخوض القتال مرة أخرى. أنا أعترف بهذا وليس عيبا، فالحرب سجال ولها أسبابها التي ليس من مصلحتنا ولا مصلحة الحرب ولا مصلحة الوطن أن أذكرها في هذه الأيام، ولكن أؤكد لكم وأطمئنكم ومن خلالكم أطمئن القيادة السياسية وأطمئن الشعب اليمني أن مأرب صامد صمود الجبال الرواسي، ولن يصلوا إلى ما يريدون إليه حتى يأتي حسين بدر الدين المؤسس لهم من القبر. والمديريات التي حصل فيها لا، أنا أعترف بها بكل وضوح وليس عيبا أبدا، ورجالها قاتلوا وسيقاتلون مرة أخرى، وسترى في الأيام القريبة بإذن الله ما تقرب به الأعين. شفتوا ما يريد يقول الحقيقة حتى لا يضر معركته ضد الحوثيين، معركة الأحرار والشرفاء الجيش الوطني وكذا، ولكن الرجل بيبني بيحرز تقدم بكل المجالات، شايفين كيف؟ مع أنه أنا ضد شكر السعودية أثناء اشتداد المعارك، لأن الحوثي يستغل يقول العطوان بيقاتلنا والتحالف، شوفوا كيف الغزاة بمأرب وكذا، مع أنهم ورب الكعبة هذول الغزاة اللي يقول عنهم عطوان الحوثي وعطوان وما عطوان وغزاة، أقسم بمن أحل القسم بأنهم ضد مأرب أكثر من الحوثي والله. يعني أنت بتشكرهم وهم ما بيدوا لك سلاح نوعي أصلا، هم محاصرين لك وفاتحين المجال للحوثي بالمسيرات بالباليستيات بكل أنواع الأسلحة ذات الردع الاستراتيجي، تمام؟ وانت تجي تشكر السعودية أثناء الحرب بتصريحات من قادة عسكريين أو كذا، هذا يخدم الحوثيين فيحشدوا أكثر بأثر رجعي، يقولوا شوفوا العدوان معهم، هو ذا العرادة، هو ذا بن صغير وزير الدفاع، بيشكروا التحالف السعودية والإمارات، مع إنهم ورب الكعبة ما هم مع المعركة اليمنية ضد الحوثي، بالعكس والله أنهم ضدها، كانوا بس يعملوا مسرحية قليل غارات كذب وهم، لأنه في النهاية حتى إذا سقط مأرب تعتبر هزيمة للسعودية. هم قيادة مأرب، قيادة الجيش الوطني يقصدوا إنهم يفحموا السعودية يعني ويجعلوها تأتي ولو بالقليل من السلاح، لأنه سقوط مأرب تعتبر هزيمة لهم، خصوصا
أثناء تصريحات العرادة والوزير والقادة العسكريين، وهم يشكروا التحالف وإن التحالف معهم ودماءهم امتزجت ومدري إيش، مع أنهم كذابين، لكن سياسة. يقولوا هذا الكلام علشان السعودية تكون ملزمة ومحرجة تقدم ولو اليسير. فهي تستغل الوضع، يقول لك نخليها استنزاف، لا هذا ينتصر ولا هذا ينتصر. والجيش الوطني والإصلاحيين وقبائل بمأرب عندهم إصرار، والله لو الحوثي ينحر مليون مقاتل ما هم مسلمين بسهولة. تخيلوا لو السعودية دعمتهم من صدق، أقسم بالله ما يمسوا إلا بصنعاء بأسبوع واحد، والله الذي في سابع سنة ما يمسوا إلا بصنعاء. الحوثي جالس بالكسارة تبة الحمراء مدري وين، سنوات عشرات الآلاف من الزنابيل انتحروا هناك. تخيلوا لو في دعم حقيقي، يعني هم ضاربين عصفورين بحجر، يتجنبوا قذارة التحالف بشكرهم للتحالف للسعودية والإمارات القيادات، ويتجنبوا أيضا يعني زي ما تقولوا نوايا السعودية والإمارات بتمكين الحوثي من مأرب، حتى لا يقولوا العالم والله خسرت السعودية مأرب سقطت، أهم القلاع فيها نفط وغاز. ولكن في النهاية النصر كان بالحفاظ على مأرب ومواردها، مواردها الغازية والنفطية بفضل رجال القبائل والجيش الوطني وحزب الإصلاح في المقام الأول الذي عنده تحشيد عقائدي وتوجيه معنوي عقائدي. فلله درك يا شيخ سلطان العراده. شاهدوا طبعا اليوم وهو يفتتح مطار، يفتتح مطار مأرب الدولي، لله درك يا شيخ سلطان، لله درك. كم أحبك يا رجل ورب الكعبة، إني أحبك هكذا لله وفي الله، أرى إن فيك الخير، أرى إن فيك تقوى الله، أرى بأنك يعني تشعر بأنك بكرة ميت والدود تأكلك، فبالتالي أنت تعمل لوجه الله وبمنتهى التواضع والأخلاق. ما أجمل المسؤول عندما يخاف الله سبحانه وتعالى ويفكر بالآخرة، يفكر إنه بكرة موت، بكرة يكون محمول على النعش. ما أجمل أن واحد يعني يخدم الرعية، لما ربي يوليه على الرعية فيخدمهم خدمة يعني بما يرضي الله، يا الله ما أعظمها من طاعة، هذه أعظم الطاعة إلى الله. وهذا والله إني أراه في سلطان العرادة، هذه المزايا وتقوى الله أراها في الشيخ سلطان العرادة، وأملي وثقتي بالله ثم به كبيرة. فشاهدوا وهو يفتتح مطار مأرب الدولي. أن نأتي اليوم وأن نضع حجر الأساس لاستكمال إجراءات الأعمال الإنشائية والاحتياجات اللازم لاستكمالها في مطار مأرب الدولي، ووفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير النقل، وكذلك جهد رئيس الهيئة العامة المباشر في هذا المشروع الهام والحيوي. لا شك أن الجميع يدرك أن أهمية المطار من الناحية الخدمية، من الناحية الإنسانية، من الناحية التنموية والربط بالعالم في الجانب السياحي، في الجانب الثقافي. المطار له أهمية كبرى، خاصة ومأرب اليوم تحتضن ملايين من البشر من عدد من المحافظات، إضافة إلى أنه خدمة وطنية وليس لمحافظة، فهو يخدم الجمهورية اليمنية كحال بقية المطارات الرئيسية في الجمهورية. بهذه المناسبة نشكر القيادة السياسية والحكومة والوزارة المعنية والهيئة العامة، والمؤمل إن شاء الله سرعة الاستكمال هذا المطار الحيوي الهام والذي يأتي في مرحلة هامة وصعبة.